مرك الكورة حكيم تمكن حتى تمسكن حكيم تمكن حتى تمسكن بوفال مالك مغوفال يا بوفال مالك مغوفال جيبوها يا الولاد جيبوها يا الولاد المغرب في القمة وحنا يا ديما جيبوها يا الولاد غير ربحوك يعجبني حكيمي غادي نربحو غادي نربحو كيعجبني حكيمي البنات انا شربت الدواء انا شربت الدواء راني كاو 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 شوفوا اليوم غنهضروا على العازبات الامهات العازبات شوفوا انا كنعيش الوحدانيه صراحه انا كنعيش الوحدانيه ما لقيتش اللي يعيش معايا الجوجانيه والثلاثانيه والربعانيه انا كنعيش الوحدانيه بغيت حتى شي واحد يعيش معايا معاش معايا شوفوا البنات انا ما كنشرب الدواء شوفوا انتو شديرو والله بغيتي تاخدي خدي راجل يكون ما مجوش يكون ما عندوش الولاد باش ما تشرديش هذوك الولاد فهمتي باش ما تشرديهمش ليه وتسمى انت هي اللي مشرده اما الرجال راه كيكذبوا فهمتي اسمحوا لي شربت الدواء سمحوا لي اما باش تربي الدراري نقول لك واحد القضيه باش انا ما متفقش مع المخزن كاع مع الدوله ومع هذا الشيء اللي كيديروا ديال حنا نربوا الدراري ملي كبروا مشى عند باهم لا لا لا, لا. تربي الدري شوفي ملي تربي الدري خليه لك ولا قلت ليه كاع شوف نقول لكم البنات بغيت نقول لكم البنات واحد القضيه انا كنعيش الوحدانيه وبغيت الجوجانيه يعيش معايا شي واحد يجي مرحبا به ناكل انا وياه داكشي اللي قسم الله واليوتيوب المهم فلوس اليوتيوب ناكلها انا وياه اليوم غنهضروا على البايرات اللي مازال ما اللي مجوجات اللي هما بحالي مجوجات ولكن بايرات انا دابا باقا بلا راجل وسمحوا لي كنت خرجت في الهضره حين ترى شربت دوك النقاطي كثرت مع شربت 85 والطبيب خلاص لي 16 عندك راه والو راسي عيني مقلوب كلشي مقلوب شوفوا البنات ما ديروش الثقه وخاصك راجل زوين يكون طويل يكون ما كذابش وانا كان ما لقايش هضره واخا تقلب ما كيتيد والله لا لقيتي الرجال كلشي كذابه كلشي كيقولوا كلهم كذابين كلهم انا كنشرب الدواء وراه بنتي اللي كتجيب لي الدواء ها هي شوفي حماش نقاش هي سميتها بنتي والله ما عرفت سميتها نيقا فيكتاش وقتاش ميعزان نيغزان ما عرفت سميت بنتي انا كندوخ ملي كنشرب الدواء سميتها واقيلا فوقتاش والله ما عرفت سميتها كتفيقني سميتها فوقتاش المهم البنات انا كنشرب الدواء ما تنعقلش بغيت نقول لكم وياكم هانتوما ديروا الثقه في الرجال اللي عاد يهربوا عليكم الا بغيتي الراجل شديه 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 ومهم وربطيه ربطيه مع الناموسيه ربطيه مع الناموسيه باش يبقى مربوط بغيت نقول لكم واحد القضيه البنات ما نهضروا على انا ما بغيتش نبقى بوحدي مازال غندبر على شي واحد ولكن خفتو ثاني يهرب ليا انتم بغيت انا راجل طويل ويكون بيض ويكون زين وتكون ما عندوش اللحيه فهمتي شحال من واحد قال لي خذي ثلاجه راه بيضه طويله وزينه وكتبرد مزيان فهمتي البنات وانا اصلا كيعجبوني الرجال اللي عندهم اللحيه انا كنت غادي لتركيا ناخذ هذاك داك اللي كيدير اللحيه داك الممثل كنت غادي ناخذه كنت ناخذو خمس جوج ناخذو هو مرتو ما عنديش مشكل صافي هادشي اللي كاين ومهم دعيو مع المنتخب انا راه عاد غنيت عليه ان شاء الله غينجح ونديو لكاس العالم هذا ما عاد كاس العالم ولا كاس هذا كاس العرب كاس العالم لا واقيلا ما الله ما عرفت لاعبين في البرازيل انا ما كندوخ ما كنعرفش فين اللاعبين فهمتي والله ما عرفت اللاعبين وقت اللاعبين في الوداد لاعبين في الوداد حدا الراجا جهه المغرب الفاسي ندوخ انا ما كنعقلش على هذا الشيء اللي كنقول المهم البنات انا دابا بدا يجيني النعاس حيت كنكثر نقاطي بعد المرات كنبدا نحسب في الكاس وملي كنتلف نعاود نكمل فيه نيت هو داك الشيء علاش كندوخ شيماش ريكا ريتاج حزا داك ميتو يا فيقا مني الناس فيقيني المهم شكرا لكم البنات انا غادي نمشيو وباش ما كان ديروا نتوما لايك وجام وجمجموا ليا
صافي السلام عليكم، انا مشيت ودوزو بخير. عندك قناة في اليوتيوب وعندك فيها 1000 مشترك، ولكن واحد في ساعات المشاهدة، عندنا لك الحل. حنا فريق الخدمة ديالنا هي نكملو لك 4000 ساعة في ظرف 7 أيام مع نسبة القبول 100%، حيت كنخدمو بطريقة قانونية ما عمرها ترفض لك. ما عليك غير تواصل معنا، وفي ظرف أقل من أسبوع غتفعل القناة ديالك إن شاء الله.